السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير بإذنه عز وجل. اليوم سوف نكمل تصحيح الأنشطة الخاصة بهذا الأسبوع، وبالضبط سوف نصحح الأنشطة المخصصة لمادة التراكيب. بسم الله، نبدأ بالسؤال الأول. ألون الجمل الفعلية. لدينا كتب خالد الدرس، خالد كتب الدرس، زينب رسمت زهرة، رسمت زينب زهرة. هنا سوف نميز بين الجمل الفعلية والجمل الإسمية. الجملة الفعلية صغاري هي التي تبتدئ بالفعل، أما الجملة الإسمية فهي التي تبتدئ باسم. الجملة الفعلية عناصرها فعل وفاعل ومفعول به، أما الجملة الإسمية سوف نرى عناصرها فيما بعد. انتبهوا جيدا. لدينا كتب خالد الدرس. كتب هي عبارة عن ماذا؟ فعل. إذا كتب خالد الدرس هي الجملة الفعلية. ثم لدينا خالد كتب الدرس. خالد اسم، إذا هي جملة اسمية. ثم لدينا زينب رسمت زهرة. زينب رسمت زهرة، زينب كذلك اسم، اسم إنسان، إذا جملة اسمية. رسمت زينب زهرة، رسمت فعل، إذا الجملة الأخيرة هي جملة فعلية لأنها تبتدئ بفعل. نمر للتمرين رقم 2. أملأ الجدول حسب المطلوب. الجمل: اشتريت بعض الأغراض، وضعت الوشاح حول رقبتها، يعمل في بستانه، يستقبل العصفور الفجر بالتغريد. سوف نقوم بتحديد الفعل والفاعل في الجمل التالية. إذا صغاري، الجملة الأولى: اشتريت بعض الأغراض. الفعل هنا اشتريت. الفاعل صغاري جاء عبارة عن ضمير متصل وهو التاء، تنوب عن الضمير أنا لأنني اشتريت بعض الأغراض. نمر الآن إلى الجملة الثانية: وضعت الوشاح حول رقبتها. وضعت، من التي وضعت الوشاح حول رقبتها؟ هي. الفاعل هنا لا نرى، جاء عبارة عن ضمير مستتر. الفعل وضعت، الفاعل ضمير مستتر. يعمل في بستانه، الفعل هو يعمل، الفاعل جاء كذلك عبارة عن ضمير مستتر تقديره هو. يستقبل العصفور الفجر بالتغريد. يستقبل العصفور الفجر بالتغريد. يستقبل الفعل، العصفور هو الفاعل. الفاعل صغار دائما ينتهي بضمة، أي يأتي مرفوع، وعلامة رفعه هي الضمة الظاهرة على آخره. يستقبل العصفور هو الفاعل كما تلاحظون وأشرت من قبل. الفاعل دائما ينتهي بضمة، أن يأتي مرفوع. صغار، أقرأ الجمل وأدرج عناصرها في الجدول. في هذا التمرين سوف تراجعون الجملة الفعلية وعناصرها الفعل والفاعل والمفعول به، وكذلك درس الفعل اللازم والمتعدي. انتبهوا جيدا. أحب الكاتب المسرح. أين هو الفعل؟ أحب، الفاعل هو الكاتب، والمسرح هو المفعول به. المفعول به صغاري دائما ينتهي بفتحة، أي يأتي منصوب. الفعل هنا أحب، فاعل الكاتب، المفعول به المسرح. صغاري، نوع الفعل هنا هل هو لازم أم متعدي؟ الفعل اللازم صغاري هو الذي لا يحتاج مفعولا به، أما الفعل المتعد هو الذي يتعدى الفاعل إلى مفعول به،
والمفعول به صغار هو الذي يقع عليه الفعل وينتهي بفتحة أي يكون منصوب. نوع الفعل هنا متعد لأنه احتاج لمفعول به. لدينا مثل الأصدقاء مسرحية، الفعل مثل ثم الأصدقاء الفاعل، مسرحية هو المفعول به، لدي مفعول به، إذن الفعل هنا جاء متعد. مثل الأصدقاء مسرحية، الفعل هنا آسفة جاء متعد أي احتاج إلى مفعول به. فاز التلميذ بالجائزة، ركزوا معي جيدا، فاز هو الفعل، التلميذ فاعل، بالجائزة هل هي المفعول به؟ هل هو الذي وقع عليه الفعل؟ والجائزة هنا انتهت بكسر، إذن هي ليست بمفعول به وسبقت بحرف، وذلك الحرف يسمى حرف الجر، بالجائزة اسم مجرور. إذن الجملة هنا فيها فقط فعل وفاعل، إذن الفعل هنا لم يحتج أو لم يتعدى إلى مفعول به، إذن الفعل هنا لازم. الفعل فاز، الفاعل التلميذ، المفعول به لا يوجد، إذن الفعل لازم. خرج الولد مسرعا، خرج الولد مسرعا، الفعل هو خرج، الولد هو الفاعل، مسرعا صغاري، ركزوا على كلمة مسرعا، انتهت بتنوين النصب، ولكن هل هي تدل على المفعول به؟ هل هي ما وقع عليه الفعل؟ خرج الولد مسرعا، هنا سوف ركزوا معي جيدا، كيف خرج الولد؟ خرج الولد مسرعا هي تدل على حالة الولد أثناء خروجه وليس تدل على ما وقع عليه الفعل، إذن مسرعا ليست بمفعول به، خرج الولد لأننا لم نستعمل أداة الاستفهام ماذا، هل نقول ماذا خرج الولد؟ لا. هنا مثلا، ماذا مثل الأصدقاء؟ مثل الأصدقاء مسرحية، هنا مسرعا هي عبارة عن حال، خرج الولد، خرج الولد مسرعا، إذن ليس هناك مفعول به والفعل هنا هو فعل لازم. تمرين رقم 4، سوف نمر الآن صغاري إلى الجملة الإسمية. قلت لكم من قبل الجملة الإسمية هي التي تبتدئ باسم، عناصرها صغاري هي المبتدأ والخبر، الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ركزوا معي جيدا الآن، لدينا 4 جمل، الجمل الإسمية هنا هي الحليب مفيد والولد مهذب. أما رتبت الكتب في الخزانة وجلس أحمد على الكرسي هي جمل فعلية لأنها تبتدئ بفعل. انتبهوا. تمرين رقم 5، أحول الجمل من جمل اسمية إلى جمل فعلية والفعلية إلى اسمية. لدينا جمل فعلية، جلست مريم، أكل أحمد، تمطر السماء. وجمل اسمية، الطفل ضاحك، الولد مبتسم. نأخذ الجملة الأولى، جلست مريم، كيف سوف تصبح جملة اسمية؟ تبدأ باسم، سوف نقول مريم جلست. ثم نأخذ الجملة الفعلية الأخرى، أكل أحمد، نقول اسمية أحمد أكل أو أحمد يأكل. تمطر السماء، السماء تمطر. الطفل ضاحك، هل نقول الضاحك الطفل؟ لا يعقل، سوف نأتي بفعل ضاحك أي يضحك، يضحك الطفل.
رأيه يبتسم الولد. صغار، التمرين رقم 6. أضع سطراً تحت المبتدأ وسطرين تحت الخبر. الطائر جريح. المبتدأ هو الذي تبتدئ به الجملة الإسمية، إذن الطائر هو المبتدأ. جريح هو الخبر. جريح هنا قنص القناص أرنبا. هل هذه جملة إسمية؟ أين هو مبتدأها؟ قنص هو قنص. إذن الجملة هي هنا عبارة عن فخ، إذن هي جملة فعلية، ليس فيها مبتدأ وليس فيها خبر. نأخذ الحليب مفيد. الحليب هو المبتدأ، مفيد هو الخبر. العصفور في القفص. العصفور هو المبتدأ، في القفص هي الخبر. بإذن الله في السنة المقبلة سوف تدرسون أنواع الخبر، كيف يأتي الخبر، لأن الخبر لا يأتي مفرد فقط بل يأتي في أنواع أخرى سوف تتعرفون عليها في دروس لاحقة بإذنه عز وجل. سابعا، أعوض الفاعل بضمير في الجمل. نعوض الفاعل هنا بضمير، سواء ضمير متصل أو ضمير مستتر. تقتني سناء مجلات للأطفال. تقتني، سوف نقول تقتني مجلات للأطفال، هنا سوف يأتي الضمير ضميرا مستتر. حصلت مريم على الجائزة. حصلت على الجائزة. تفوق في المسابقة. أين هو فاعلها؟ هل هو فاعل ظاهر؟ لا، بل هو ضمير، أي الجملة سوف تبقى كما هي. الآن صغاري سوف نراجع حروف الجر. أضع سطرا تحت حروف الجر. لدينا بي، على، ثم، لي، وفي. نأخذ الحرف الأول بي، هو حرف من حروف الجر. على. ثم، هل هو حرف من حروف الجر؟ لا. ثم يذكركم بماذا؟ هو حرف من حروف العطف. ثم لدينا لي، هي كذلك حرف من حروف الجر. وهل هي حرف من حروف الجر؟ لا، هي حرف من حروف العطف. ثم لدينا أخيرا في، هي حرف من حروف الجر. نأخذ تمرين 9. أملأ الفراغ في الجمل التالية بحرف جر مناسب. الطفل يلعب فراغ دراجته. تجلس سعاد فراغ كرسي. الطفل يلعب بدراجته. تجلس سعاد الكرسي. تجلس سعاد على الكرسي. صغار، سنمر الآن إلى التمرين الأخير. 10. أعرب ما يلي. أكل الولد التفاحة. الجو معتدل. كتب أحمد الدرس في الدفتر. انتبهوا، نبدأ بالجملة الأولى. أكل. أكل عبارة عن ماذا؟ فعل ماضي. إذا أكل فعل ماضي مبني على فتح. الولد، كما ذكرنا سابقا الفاعل دائما يأتي مرفوع، إذن الولد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. لدينا تفاحة، هي ما وقع عليه الفعل، إذن هي مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على
نمر للجملة التالية. الجو معتدل. الجملة هنا جملة اسمية. الجو صغاري هي عبارة عن مبتدأ، والمبتدأ دائما يأتي مرفوع، مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. معتدل صغاري هي خبر. معتدل خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. نمر الآن إلى الجملة الثالثة والأخيرة. كتب أحمد الدرس في الدفتر. كتب. وكذلك فعل ماض مبني على الفتح. أحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ثم درس صغاري، على ماذا وقع الفعل على الدرس؟ وهو الآن عبارة عن مفعول به. الدرس مفعول به منصوب. ما هي علامة نصبه؟ الفتحة الظاهرة على آخره، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. بقي لنا في والدفتر. في صغاري حرف جر. الدفتر اسم مجرور بالكسرة ظاهرة على آخره. في حرف جر. الدفتر اسم مجرور. بماذا يجر الاسم الذي بعد حرف الجر؟ بذلك الحرف، لأن الحرف الجر هو سبب جر الاسم الذي يأتي بعده. صغاري، إلى هنا أنهيت. أشكركم جزيل الشكر على حسن إنصاتكم ومتابعتكم.